تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية المدنية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أربط عبارة آداب الحوار بالبطاقة المناسبة لها. لدينا آداب الحوار ولدينا بطاقات. نقرأ البطاقات: إلقاء التحية، الإسراء إلى المتحدث، رفع الصوت، إنهاء الحديث بالشكر، مقاطعة المتحدث، التحدث باحترام. إذا وجدنا بطاقة من آداب تمثل آداب الحوار نربطها مع آداب الحوار. أولا، إلقاء التحية. أحسنتم، من آداب الحوار. عندما نلتقي بشخص يجب أن نلقي عليه التحية، نقول له السلام عليكم. إذا إلقاء التحية من آداب الحوار. ثانيا، الإصغاء إلى المتحدث. جيد، هي من آداب الحوار. الإصغاء إلى المتحدث، لما يتحدث إلينا شخص يجب أن ننتبه على ما يقول، أن نستمع إليه باهتمام. إذا هذا يسمى الإصغاء إلى المتحدث، معنى أستمع إلى المتحدث الذي يكلمني باهتمام. رفع الصوت، أحسنتم، ليس من آداب الحوار. عندما أتحدث مع شخص لا أرفع صوتي، أتكلم بهدوء. هنا إلقاء إنهاء الحديث بالشكر، أحسنتم، من آداب الحوار. لما أنهي الحوار مع شخص يجب أن أشكره، أقول له شكرا. إذا أعطانا معلومة أو شيء آخر يجب أن نشكره. مقاطعة المتحدث، أحسنتم، ليس من آداب الحوار. يجب أن لا نقاطع من يحدثنا، ننتظر حتى ينتهي من كلامه ثم نأخذ الكلمة، لا نقاطعه. إذا مقاطعة المتحدث ليس من آداب الحوار. التحدث باحترام، أحسنتم، من آداب الحوار. عندما أتحدث مع شخص يجب أن أحترمه، أتحدث باحترام. إذا لدينا آداب الحوار، إلقاء التحية، الإصغاء إلى المتحدث، التحدث باحترام، وإنهاء الحديث بالشكر. بينما رفع الصوت ومقاطعة المتحدث ليسوا من آداب الحوار. ننتقل إلى التمرين الثاني. المطلوب هو أربط كل عبارة بما يناسبها. لدينا عبارات، نربط كل عبارة مع العبارة التي تناسبها. المساحات الخضراء، تنتقل الأمراض، الاستحمام، أنظف أسناني. من جهة مقابلة، عن طريق الماء الملوث، مكان للراحة والتنزه، يحمينا من الأمراض بعد كل وجبة. إذن نبدأ بالربط. لدينا المساحات الخضراء، وهي الأماكن التي يوجد فيها نباتات وأشجار وفيها كذلك الهواء النقي. إذن هذه المساحات الخضراء، أحسنتم، هي مكان للراحة والتنزه، فيها نستريح لأن فيها الهواء النقي وفيها نباتات. ثانيا، تنتقل الأمراض. جيد، كيف تنتقل الأمراض؟ أحسنتم، تنتقل عن طريق الماء الملوث، الماء الذي به أوساخ، ماء ملوث ينقل لنا الأمراض، يجب أن لا نقترب من الماء الملوث أو الأشياء الملوثة. الاستحمام هو نظافة الجسم. جيد، يحمينا من الأمراض، لهذا يجب أن نستحم على الأقل مرة في الأسبوع حتى لا نمرض. العبارة الأخيرة، أنظف أسناني. جيد، بعد كل وجبة. إذن بعد كل وجبة يجب أن ننظف أسناني. إذن العبارة تحصلنا عليها، المساحات الخضراء هي مكان للراحة والتنزه، تنتقل الأمراض عن طريق الماء الملوث، الماء الموسخ الذي ليس نقي، الاستحمام يحمينا من الأمراض، نظافة الجسم تحمينا من الأمراض، وأنظف أسناني بعد كل وجبة. ننتقل إلى التمرين الثالث. أرتب الكلمات لأكون جملة مفيدة. لدينا كلمات: مهذب، أغسل الخضراء، أنا، قبل، طفل، والفواكه، أن أتناولها. نعيد قراءة الكلمات: مهذب، أغسل الخضراء، أنا، قبل، طفل،
والفواكه أن أتناوله. إذن من هذه الكلمات المبعثرة يجب أن أكون جملة مفيدة. أرتب الكلمات، نبدأ بالكلمة الأولى، جيد، هي أنا. أنا، أحسنتم، أنا ماذا؟ أنا طفل. جيد، أحسنتم، مهذب. أنا طفل مهذب، ماذا أفعل؟ أحسنتم، أغسل. لدينا الخضار والفواكه أن أتناولها قبل. جيد، أغسل الخضار. خضار هذا أيضا، والفواكه. جيد، والفواكه. إذن نعيد قراءة، أنا طفل مهذب، أغسل الخضار والفواكه. جيد، قبل، أحسنتم، قبل أن أتناوله. إذن قبل أن أتناول الخضار والفواكه يجب غسلها. أنا طفل مهذب، أغسل الخضار والفواكه قبل أن أتناوله. وهكذا رتبنا الجملة وانتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم اختبارات جدد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.